تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقوم مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف بتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي على أسر وفئات أولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز عرائس بمستلزمات أساسية لمنزل الزوجية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر مشاهدينا، ينضم إلينا الزميل محمد عادل مراسل إكسترا نيوز. محمد، تحياتي لك في البداية، وماذا لديك من مجهودات يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خاصة في القاهرة؟ تفضل. تحياتي آية من هنا من مقر مؤسسة راعي مصر بمحافظة القاهرة. هذه المؤسسة التي تعد إحدى كيانات وإحدى المؤسسات الأعضاء بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تأتي ضمن 36 مؤسسة وكيان بالتحالف الوطني الذي يستهدف الأسر الأولى والفئات الأولى بالرعاية بمختلف المناطق والقرى الأكثر احتياجا على مستوى أنحاء الجمهورية. نتحدث اليوم عن قيام التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي ومن خلال مؤسسة راعي مصر بتوزيع أجهزة كهربائية وأيضا أثاث منزلي على ما يزيد عن 65 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من العرائس وتوفير لهن الأجهزة والمستلزمات الخاصة بمنازلهن الزوجية. يعني نتحدث عن الخدمات المقدمة تشمل العديد من الأجهزة الكهربائية كالغسالات والبوتاجازات والثلاجات، بالإضافة إلى شاشات التلفاز وأيضا المراوح والسخانات الكهربائية وغيرها من الأجهزة. إذا تحدثنا عن الأثاث المنزلي، يعني تقدم مؤسسة راعي مصر العديد من الأثاث كالأسرة والمراتب والدواليب وغيرها. هذا بالإضافة إلى قيام أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن خلال مؤسسة راعي مصر بتسديد المديونات والقروض، بالإضافة إلى تسديد المصروفات أو الإيصالات المتعلقة بالمرافق العامة، بالإضافة إلى الإيجارات المتأخرة على بعض السكان من أولى بالرعاية بمختلف المناطق بمحافظة القاهرة. اختيار الأسر الأكثر احتياجا أو الفئات الأولى بالرعاية بيأتي من خلال مسح ميداني تقوم به مؤسسة راعي مصر تحت مظلة وتحت إشراف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك وفق ما أكده لنا المسؤولين والمتطوعين بمؤسسة راعي مصر، وذلك حتى يتم يعني طبعا الوصول للمستحقين بالفعل وتقديم الخدمة للمستحقين وللأولى بالرعاية بالفعل. في الحقيقة آية يعني جهود كبيرة ومستمرة ومتواصلة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن خلال مؤسسات كياناتي المختلفة في إطار توجيهات الدولة وبناء على تعليمات القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية توفير الخدمات والدعم اللازم لكافة المستحقين ولكافة يعني من هم من أولي الرعاية والأكثر استحقاقا في مختلف المناطق وفي مختلف القرى بمختلف أنحاء الجمهورية. هذا من جانب، أيضا من جانب آخر متعلق بالقوافل الإنسانية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مدار الأشهر الماضية لصالح قطاع غزة من خلال إرسال المئات بل الألاف من الشاحنات المحملة بعشرات ألاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها لصالح قطاع غزة الذي يعني شهد الحرب بداخله منذ أو عقب 7 أكتوبر الماضي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولولا القيود والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني لكان نفاذ المساعدات مستمر حتى هذه اللحظة لصالح الأشقاء والأهالي في قطاع غزة، سواء كان من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو من خلال مؤسسات وكيانات أو من خلال مؤسسات المجتمع الدولي وفق توجيهات وتعليمات طبعا القيادة السياسية والدولة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني إذن أي هذه هي مجمل الصورة، يعني جهود كبيرة ومستمرة ومتواصلة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي سواء بالداخل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بها
الرعاية داخل مختلف أنحاء محافظات الجمهورية أو حتى على الصعيد المساعدات الإنسانية المقدمة والتي كانت تقدم على مدار الأشهر الماضية لصالح الأهالي والأشقاء في قطاع غزة. العودة إليك آية إذا ما كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى. الزميل محمد عادل مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك يا محمد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من مقر مؤسسة راعي مصر في محافظة القاهرة.